الناس بطريقة تجعلهم يساهمون في تحقيق أهداف المنشأ وتجعلهم ينفذون أوامر المدراء. إذا القيادة هي عملية التأثير بالناس حتى يستطيعون إيش يعني حتى يقومون بتنفيذ أوامر المدراء. وفي الواقع أخواني أخواتي، لما نتحدث على أنواع أو أنماط القيادة، هنالك أساسا 4 أنماط أساسية في القيادة. يعني داخل كل منشأة أخواني أخواتي سوف نجد قائد أو مجموعة يعني قياديين، ولكن قد يستخدمون أساليب مختلفة. الأسلوب الأول أو النمط الأول ما يسمى بالقيادة الديكتاتورية. هنالك مدراء أخواني أخواتي يستطيعون التأثير على الموظفين بفرض أسلوبهم الديكتاتوري. والقائد الديكتاتوري أخواني أخواتي هو قائد يتميز بالمركزية المطلقة. ما المقصود بالمركزية؟ المركزية يعني أن كل الصلاحيات موجودة عنده هو فقط. إذا هو قائد يتميز بالمركزية المطلقة، صحيح أخت فكرية، ليس كل مدير قائد ضرورة، ولكن كل قائد هو في الأصل مدير، صحيح. إذا القائد هذا قد يكون ديكتاتوري كما قلت الحين، يتميز بالمركزية المطلقة ويجبر بالتالي المرؤوسين على العمل ويجبرهم على تنفيذ القرارات التي يراها صالحة، ويستخدم في ذلك أسلوب التهديد والإكراه وحتى الإجبار. يعني على سبيل المثال يقولوا إذا لم تقوم بتنفيذ الأوامر سوف تفصل عن العمل، على سبيل المثال. إذا فيستعمل إيش؟ أسلوب ديكتاتوري. هذا النمط الأول. النمط الثاني في القيادة هي القيادة الأوتوقراطية. القيادة الثانية أو النمط الثاني قلت هي القيادة الأوتوقراطية. القائد الأوتوقراطي إخواني أخواتي هو قائد مركزي، صحيح، زي القائد الأول مركزي، يعني السلطات كلها والصلاحيات عنده، ولكنه غير ديكتاتوري، بمعنى أنه لا يستخدم أسلوب الإكراه. بمعنى أنه لا يستخدم أسلوب الإكراه، ولكن يستخدم أسلوب الإقناع والحوار، ويعتمد في ذلك على شخصيته القوية. إذا القائد الأوتوقراطي هو قائد مركز الصلاحية كل عنده، ولكن لما يتعامل مع الموظفين لا يعتمد أسلوب الإكراه، ولكن يعتمد أسلوب الإقناع، يعني يحاول أن يسيطر على الموظفين عبر شخصيته القوية وعبر قدرته على الإقناع. أوكي، هذا النمط الثاني من القيادة. أخت آلاء، أي صح، ما يطلعش عندكم التعليق من الزملاء، لأنه أنا قمت بإغلاق الشات، قمت بإغلاق الشات حتى ما يشتتش يعني تركيز بعض الأخوة والأخوات. النمط الثالث إخواني أخواتي هو القيادة الديمقراطية. القائد هنا في النمط الديمقراطي يعتمد مبدأ الشورى، ويعتمد مبدأ المشاركة في صناعة القرار. فهو قائد ليس مركزيا، لا يعني يمسك بكل الصلاحيات عنده هو فقط، لا، ولكنه إيش؟ يمنح بعض الصلاحيات لأشخاص آخرين، وبالتالي يشركهم في صناعة القرار. هذا القائد الديمقراطي. النمط الأخير هي تسمى قيادة عدم التدخل. يعني ايش عدم التدخل؟ يعني انه هنا القائد لا يتدخل البتة في اعمال المرؤوسين او الموظفين الاخرين. طبيعة الحال النمط هذا الرابع يعني يجب ان ننتبه، لا يصلح ان نستخدمه في اي منشأة. يعني هنا قيادة عدم التدخل، وكان المدير يجي للمرؤوسين يقول لهم افعلوا ما شئتم. طبيعة الحال الطريقة هذه لا يمكن ان تكون ناجحة الا في حالات معينة. يعني على سبيل المثال مراكز الأبحاث العلمية، أو مثال المستشفيات. ليش هي تنجح في مراكز الأبحاث وفي المستشفيات؟ لأنه في المنشآت هذه الموظفون كلهم عندهم كفاءات علمية كبيرة جدا، والمدير لا يستطيع والقائد لا يستطيع أن يتدخل أصلا في شغله، إذ أنهم هم عندهم الكفاءة التي قد تكون أكثر
او اعلى من كفاءه المدير في القيام باعماله. يعني على سبيل المثال هنا لا نستطيع ان نجد مدير مستشفى يجي يفرض على دكتور جراح يقول له لا سوي العمليه بالطريقه كذا وما تسويهاش بالطريقه كذا. لا يستطيع، لانه اكثر شخص يفهم ما المطلوب عمله هو الطبيب وليس مدير المستشفى. هذه هي قياده عدم التدخل. وفي الواقع البعض من الاخوه قد يقول طيب ايش هي افضل طريقه وافضل نمط قيادي؟ لا يوجد. يعني في بعض المنشآت عليك ان تتبع الاسلوب الاوتوقراطي او الدكتاتوري، بعض المنشآت الاخرى لا. في كل الاحوال حتى نتحدث عن قائد ناجح، حتى نستطيع ان نقول اوكي هذا الشخص هو فعلا قائد ناجح، يجب ان يتمتع بخمس خصائص. يعني سواء كان ديمقراطي اوتوقراطي دكتاتوري، القائد الناجح يتمتع بخمس خصائص. راح ناخذها بشكل سريع، ولكن هنا تعليق مهم من احدى الاخوات تقول انه القياده نتخذ الاسلوب القيادي على حسب الموظفين والتخصصات. صحيح على حسب الموظفين والتخصصات، هذا كلام صحيح 100%. ويعني ممكن اللي اضيف عليه انه خاصه بالنسبه للموظفين، انه اخواني اخواتي اذا كنا احنا ندير في منشاه الموظفين كلهم عمال مستواهم التعليمي ضعيف جدا، فهنا لا يصلح انك تستخدم الاسلوب مثلا الديمقراطي او عدم التدخل. يعني هنا ممكن تتحول الامور الى فوضى، لانه يعني اصلا العمال يعني بما انه مستواهم العلمي متدني جدا، فيعني يصعب عليهم ان يعطون الاضافه، يصعب عليهم انهم ايش يتخذون القرارات بانفسهم. وبالتالي يحبذ اذا كان عندك موظفين بهذه الكيفيه ان تستعمل الاسلوب الاوتوقراطي او الدكتاتوري. اخ جميل، الفرق بين الدكتاتوري والاوتوقراطي والديمقراطي، وضح لي لو سمحت السؤال، هل تقصد فعلا الفرق بين الدكتاتوري والاوتوقراطي او بين الدكتاتوري والاوتوقراطي؟ اذا في كل الاحوال قلنا القائد الناجح سوف يكون عنده خمس خصائص اساسيه. اول شيء ان يتمتع القائد بمستوى من الذكاء اعلى من مستوى ذكاء الموظفين او المرؤوسين. اذا كان القائد اقل ذكاء من المرؤوسين فلن يستطيع السيطره عليه. ايضا من خصائص القائد الناجح ان يتمتع القائد بسعه الافق وامتداد التفكير. يعني ايش تكون عنده نظره ثاقبه، يقدر يشوف على المدى البعيد، عنده قدره على توقع التغيرات المستقبليه في عالم الاعمال بفضل الخبره بطبيعه الحال والشخصيه والذكاء. ايضا ان يتمتع القائد بطلاقه اللسان وحسن التعبير. احنا هنا قلنا القائد هو شخص فيحاول السيطرة على الموظفين، طيب اذا كان الشخص هذا لا يحسن التعبير، ليس له لباقة في الكلام، كيف سيستطيع ان يسيطر على الموظفين؟ صعب شوي. ايضا نقطة رابعة، يجب على القائد ان يكون متمتع بالاتزان العاطفي والنضج العقلي، وان يكون شخص منطقي في احكامه وفي قراراته، فلا يكون متسرع في قراراته. هذا الشخص في فرصة ان يكون قائد. وهنا انا في الواقع اخ بسام بطريقه غير مباشره اجيب على تساؤلك، انت تقول وش الفرق بين المدير والقائد؟ المدير اذا كان يتمتع بالخمس صفات اللي انا بتحدث عليها الحين يصبح فعلا القائد. واخيرا اذا النقطه الخامسه من الخاصيه الخامسه من خصائص القائد الناجح هو ضروره ان يتمتع القائد بقوه الشخصيه. اذا كان القائد شخصيته ليست قوية لن يستطيع السيطرة على الموظفين. هذه إذا الركيزة الثانية من ركائز التوجيه ألا وهي القيادة. الركيزة الثالثة أخواني أخواتي هي ركيزة الاتصال. هنا أنا بتحدث على اتصال، وش المقصود اتصال؟ الاتصال هو عملية تبادل المعلومات، الحقائق، للأفكار. هي عملية نقل معلومة من شخص إلى آخر بطريقة واضحة ومفهوم. بطبيعة الحال احنا نتحدث هنا عن ركيزة من ركائز التوجيه. احنا قلنا التوجيه هو تسيير العمل.
شيء طبيعي اخواني اخواتي، انه اذا كنت انا لا احسن التواصل مع الموظفين فلن استطيع توجيههم ولن استطيع تسيير اعمالي بنجاح. وهنا لما نتحدث على الاتصال ومقومات الاتصال الفعال، كيف نستطيع ان نحكم ان الاتصال كان فعال وسوف يعطي باذن الله اكله؟ اول شيء من مقومات الاتصال الفعال اخواني اخواتي، اول شيء دقه المعلومه. انت سوف تقوم بنقل معلومه الى شخص اخر، يجب ان تكون معلومه دقيقه، لان المعلومه هذه سوف تبنى عليها قرارات، فاذا لم تكن دقيقه القرارات سوف تكون مغلوطه. ايضا من مقومات الاتصال الفعال اخواني اخواتي، التوقيت المناسب لعمليه نقل المعلومه. يعني ما جيش انا مثال في وضعيه انه زميلي او موظف مشغول بشكل كبير وانا ارسل له معلومه قد لا ينتبه اليها لانه انا ارسلتها في توقيت غير مناسب. الركيزه الثالثه او المقاومه الثالثه من مقومات الاتصال هي الثقه بمصدر الرساله. إذا كان مصدر الرسالة أو مصدر المعلومة لا يتمتع أو لا يحظى بثقة المرؤوسين، فإن رسالته سوف لن يصدقها أي موظف وسوف يكون الاتصال بلا فعالية. أيضا من الضروري أن تكون الرسالة بلغة يفهمها مستقبل الرسالة. يعني إذا كان عندنا إحنا إذا كنت أنت تدير في موظفين لا يحسنون اللغة العربية فهذه قد تكون مشكلة، فعليك هنا أنك توصل المعلومة بلغة يفهمها الموظفون، وإلا يعني إذا أوصلت المعلومة باللغة العربية وهم لا يحسنون اللغة العربية فكأنه لم يحصل ولا اتصال. أوكي؟ أيضا وبجد أن تتضمن الرسالة معلومات جديدة. إذا كنت أنت راح تنقل معلومات يعرفها الآخر مش فايدة الاتصال، مفيش فايدة. كذلك من مقومات الاتصال الفعال، وهذه نقاط مهمة أيضا إخواني أخواتي، الصراحة والصدق. مهم جدا أن يكون هنالك صراحة بين طرفي الاتصال وأن يكون هنالك صدق في نقل المعلومة، لأن هذا كله راح يأثر على العملية الإدارية. أيضا مفيد جدا أن نستخدم وسائل متعددة لإيضاح محتوى الرسالة. يعني إخواني أخواتي، إذا كان عندنا معلومة مثال معقدة نوعا ما، قد تكون الطريقة النصية أن نكتب المعلومة في شكل نص قد لا تكون هي طريقة الأمثل، فنحتاج أن نوضح محتوى أو نوضح محتوى الرسالة عبر مثال رسم بياني أو عبر جدول أو عبر أرقام. أوكي؟ يعني مهم جدا استخدام أساليب متنوعة لإيضاح محتوى الرسالة. أيضا نقطة أخيرة من مقومات الاتصال الفعال، ضرورة التأكد من وصول الرسالة، ما يعبر عليه بالتغذية الراجعة أو التغذية العكسية نسميها بالإنجليزي فيدباك. مهم لما تنقل معلومة إلى شخص آخر ضروري أن تتأكد أن الرسالة وصلت لهذا الشخص، لأنه يعني إذا لم تتأكد من ذلك ففي إمكانية أنه لم يحصل اتصال. تعتقد أنك أنت أرسلت رسالة ولكن الرسالة لم تصل، وبالتالي فكأنك لم تقم بأي شيء. إذا ضروري التأكد من وصول الرسالة، هذه نقطة مهمة ومهمة جدا في الاتصال. هذا تقريبا أهم الأفكار الخاصة بوظيفة التوجيه. الوظيفة الرابعة عفوا والأخيرة أخوان أخواتي، هي وظيفة الرقابة. وظيفة الرقابة كما قلنا سابقا، وظيفة الرقابة تعنى بالتأكد من سير العمل. يعني هنا سوف نقوم بمراجعة الإنجاز وفقا للخطط التي وضعناها حتى نتأكد هل أنه فعلا حققنا الأهداف المرسومة أم لا. في الواقع إخواني إخواتي، الرقابة كعملية خلينا نقول نختم بها العمل الإداري هي مهمة جدا، وستوضح لنا مدى نجاح العمل الإداري برمته. والرقابة مهمة جدا ونسعى من خلال تحقيق مجموعة من الأهداف، أهمها حماية الصالح العام. هذه نقطة مهمة جدا أيضا إخواني إخواتي، من أهداف الرقابة حماية الصالح العام.
حماية المصلحة العامة. إذا ما فيش رقابة ممكن لا قدر الله تكثر يعني العمليات المخلة والتي تضر بالمصلحة العامة. إذا الهدف الأول حماية الصالح العام. الهدف الثاني من الرقابة هو توجيه القيادة العليا. المراقب هنا مهمته الأساسية أنه ينصح القيادة العليا داخل المنشأة ويحفزها على اتخاذ القرارات السليمة لتصحيح أي انحراف. الهدف الثالث، وبعدين نرجع لك أخت آلاء، الهدف الثالث هو محاربة الفساد الإداري. لا نستطيع أن نحارب الفساد الإداري إذا لم يكن هنالك عمل رقابة. لأنك لا تستطيع أن تقول أوكي هنالك فساد إداري إذا لم تقم بعملك الرقابي. بالتالي هدف أساسي كذلك من أهداف الرقابة هو محاربة الفساد الإداري. أرجع بسرعة بس للأخت آلاء اتصلت فيما يخص معوقات الاتصال. صحيح أنا أتحدث عنها لأنه الوقت ضيق، ولكن إذا ركزت عليها شوي راح تشوف أن معوقات الاتصال هي عكس خصائص الاتصال الفعال أو مقومات الاتصال الفعال. معوقات الاتصال هي عكس يعني العناصر الخاصة بمقومات الاتصال الفعال. اوكي، إذا أواصل. قلنا ثلاث أهداف أساسية للرقابة: حماية الصالح العام أولا، ثانيا توجيه القيادة العليا، ثالثا محاربة الفساد الإداري. وإذا أردنا أن نقوم بعملنا الرقابي على أحسن وجه، معنا أخت ولا بطبيعة الحال، أوكي؟ ليست محذوفة، المعوقات معنا. حتى نقوم بعملنا الرقابي على أحسن وجه، ضروري أن نتبع مجموعة من الخطوات، وهي في الواقع أربع خطوات أساسية، ما راح نطول فيها. خطوات الرقابة، أربع خطوات أساسية. بطبيعة الحال هنا لما نتحدث عن الخطوات، هل الترتيب مهم أم لا؟ راح أسأل أنا المرة هذه عكس العادة. لما نتحدث على خطوات، هل الترتيب مهم أم لا؟ بطبيعة الحال مهم، جزاكم الله خير. لما نتحدث على خطوات، لما نتحدث على مراحل، فالترتيب مهم، لابد من الترتيب. أوكي، يعطيكم العافية. إذا قلنا الخطوة الأولى هي تحديد المعايير، تحديد المعايير الرقابية، يعني أن أضع معايير يتم بموجبها قياس مدى التقدم أو التأخر بما يتعلق بتحقيق الأهداف. يعني وش المقصود إذا أردنا أن نأخذها بشكل يعني مثال سريع؟ تحديد المعايير، إذا كنت تعاوز تراقب مثال وتتأكد أن المنشأة حققت نتائج جيدة، مثال حققت أرباح في نهاية السنة بقيمة على سبيل المثال 500,000 ريال أرباح على سبيل المثال، طيب كيف أستطيع أن أعرف أن 500,000 ريال هي نتيجة جيدة أم لا؟ يجب أن يكون عندي معيار محدد منذ البداية. يعني مثال، إذا أنا منذ البداية حددت معيار أنه يجب الأرباح تكون 1,000,000 ريال، هنا تصبح نتيجة 500,000 ريال سيئة. بينما إذا حددت أنا معيار منذ البداية، قلت أن الأرباح يجب أن تكون في حدود 200,000 ريال، وحققت أنا في النهاية 500,000 ريال، يعني أكثر مما كنت أتوقع، أستطيع أن أقول أن العملية الإدارية كانت ناجحة. وبالتالي مهم جدا تحديد المعايير كخطوة أولى من خطوات الرقابة. الخطوة الثانية هي مقارنة النتائج، يعني أن نقارن النتائج المحققة مع المعايير المرسومة. كما قلت الحين، المعيار كان مثال 200,000 ريال، النتائج 500,000 ريال، هنا سوف أقارن 500 مع 200، 500 أفضل من 200، إذن هنالك تطابق، هنالك نتائج جيدة، وبالتالي أستطيع أن أتوقف عن هذه المرحلة مقارنة النتائج. أما إذا لم يكن هنالك التطابق، يعني مثال أنا كان المعيار أن أحقق 500,000 ريال، أوكي، وعفوا كان المعيار أن يحقق 1,000,000 ريال، ولكن في النهاية أنا حققت كنتاج 500,000 ريال، لا يوجد تطابق، إذا علي أن أمر إلى الخطوة الثالثة والرابعة. الخطوة الثالثة أن يحاول أن يقيس الفرق هذا، وأتعرف على الأسباب، وش هي الأسباب، لماذا أنا خططت 1,000,000 ريال ولم أحقق إلا 500,000 ريال.
اوكي، ضروري جدا في مرحله ثالثه لاقيس الفرق واتعرف على اسباب هذه الفروقات، وفي مرحله رابعه احاول اني اصحح الانحراف. يعني ايش اصحح؟ يعني اتخذ القرارات التي من شانها ان تساعدني على تصحيح هذا الخطا، وبطبيعه الحال احاول اني اتابع سير العمل او سير تنفيذ الحل. اذا بسرعه، الخطوه الاولى تحديد المعايير، قلنا في الرقابه. الخطوه الثانيه مقارنه النتائج. الخطوه الثالثه قياس الفروق والتعرف على اسبابها. الخطوه الرابعه تصحيح الانحراف ومتابعه سير التنفيذ. الرقابه هذه اخواني اخواتي قد تاخذ عده اشكال، نستعرضها بسرعه كذلك. يعني على سبيل المثال انا استطيع ان اقسم الرقابه بطريقة أولى، أن أقول إيش؟ الرقابة قد تكون مباشرة وقد تكون غير مباشرة، هذه طريقة أولى للتقسيم. رقابة مباشرة يعني إيش؟ يعني يكون الموظف تحت المراقبة الدائمة وعارف أنه أنا براقب، هذه طريقة رقابة مباشرة. الرقابة غير مباشرة يعني لما أمر بطريقة ودية وكأنني يعني هيك أمر عشان يعني عشان كأني أمر بطريقة غير مخطط لها، بطريقة ودية ولكن بطريقة غير رسمية، ولكن أنا في هذا السياق براقب بطريقة غير مباشرة. يعني براقب الموظفين دون إعلامهم أنني إيش براقبهم، رقابة غير مباشرة. إذا أردنا أن ندرس أنواع الرقابة يمكن أن ندرسهم أيضا بطريقة أخرى، ما يعبر عليه بالرقابة حسب المعايير. حسب إيش؟ المعايير. المعيار أخواني أخواتي قد يكون النتاج، أو قد يكون له علاقة بالنتاج وقد يكون له علاقة بالإجراءات. فهنا نجد نوعين من الرقابة. الرقابة على أساس النتاج، يعني إيش المعيار يكون عندي وإيش هي النتاج التي أحققها. في النهاية أقارن النتاج مع المعيار، إذا كانت النتاج في مستوى المعيار فمن الأمور طيبة، ولا يهمني كيف تم الوصول إلى هذه النتائج، فأراقب النتائج فقط. في طريقة أخرى للرقابة، هي الرقابة على أساس الإجراءات. في بعض الشركات لا يهمها النتيجة بقدر ما يهمها الطريقة. يعني على سبيل المثال، إذا قلنا أن المعيار هو 200,000 ريال وأنا حققت 500,000 ريال، إذا كنت أراقب على أساس النتائج فقط فسوف أقول أوكي أنا حققت 500,000 ريال يعني الأمور طيبة. أما إذا كنت أراقب على أساس الإجراءات لا أكتفي أن أقول أوكي 500,000 ريال هي أفضل من المعيار 200,000 ريال، عاوز أعرف كيف وش هي الإجراءات. هل كان هنالك على سبيل المثال تبذير في الموارد؟ كيف استطعنا أن نصل إلى هذه النتيجة؟ يعني فأركز على إيش؟ الإجراءات. في طريقة ثالثة لدراسة الرقابة، إذا قلنا الطريقة الأولى رقابة مباشرة غير مباشرة، الطريقة الثانية رقابة حسب المعايير، الطريقة الثالثة لتقسيم أنواع الرقابة هي الرقابة حسب الموقع من الأداء. حسب الموقع يعني إيش؟ راح نجد إما رقابة سابقة أو رقابة لاحقة. رقابة سابقة يعني إيش؟ رقابة قبل البدء بالإنجاز، قبل البدء في العمل، وهي عملية رقابية تهدف إلى تفادي حدوث الأخطاء، تسمى رقابة سابقة. الرقابة اللاحقة هي إيش؟ أني لا أقوم بالعمل الرقابي إلا لما ينتهي العمل. بعد ما ينتهي العمل وبعد ما تظهر النتائج أقوم بالعمل الرقابي، هذه رقابة لاحقة. أيضا أخيرا إذا أردنا أن ندرس أنواع الرقابة يمكن أن نصرفها كذلك إلى رقابة داخلية ورقابة خارجية. الرقابة الداخلية هي التي تمارسها المنظمة بنفسها وعلى نفسها، يعني بيكون المراقبين إيش؟ موظفون أو مدراء يشتغلون داخل المنشأة، هذه رقابة داخلية. الرقابة الخارجية هي الرقابة التي تمارسها أجهزة من خارج المنظمة، يعني مثال وزارة المالية أو وزارة العمل لما تقوم بالرقابة على العمل داخل المنشأة هذه تعتبر رقابة خارجية. لماذا؟ لأن الأجهزة التي مارست العمل الرقابي هي أجهزة لا تنتمي للمنظمة أو للمنشأة. في كل الأحوال أخواني أخواتي، مهما كان نوع الرقابة الذي سوف أعتمده داخل المنشأة، فيجب أن يكون النظام الرقابي نظام فعال
وهنا لا يستطيع أن يكون نظام فعال إلا إذا توفرت فيه بعض الشروط، خلينا نقول، أو بعض الخصائص. أول شيء يجب أن يكون النظام الرقابي مقبولا، يعني مثال لا أستطيع هنا أن أضع مراقب غير محبوب من قبل الموظفين، هذا ممكن يعطي نتائج مغلوطة في الرقابة. أيضا ضروري في العمل الرقابي أن أركز على النقاط الرقابية الهامة، يعني لا أركز على كل شيء، لا أستطيع أن أراقب كل شيء، لا أركز على بعض المؤشرات يعني الهامة إن شاء الله. أيضا نقطة أو خاصية ثالثة، مهم جدا أن يراعي النظام الرقابي الجدوى الاقتصادية، يعني أنا ليس من الذكاء وليس جيدا أن أنا أعتمد نظام رقابي مكلف، يعني أصرف عليه ملايين الريالات نظام رقابي عشان أراقب. أصلا إحنا الرقابة هي مهمتها إيش؟ يعني حماية المصلحة العامة وحماية مصلحة المنشأ، فليس من المناسب أن يكون النظام الرقابي بحد ذاته إيش؟ مكلف. أيضا ضروري جدا أن يكون النظام الرقابي سريع في الإجراءات حقه، يعني التقارير الرقابية يجب أن تصل بسرعة للمدير، لأنه إذا كان هنالك إخلالات لا يجب علينا أن ننتظر، لا يجب علينا أن ننتظر وقت طويل حتى نعطي التقارير للمدراء، لأنه طوال هذا الوقت الطويل لسه الأخطاء متكررة، إذا تأخر أو تأخرت الإجراءات تتأخر بعدين الحلول والقرارات التصحيحية. أيضا ضروري جدا أن تكون التقارير هذه دقيقة، التقارير الرقابية، يعني إذا كانت التقارير غير صحيحة ماذا يعني هذا؟ يعني القرارات التصحيحية راح تكون غير مناسبة. كذلك ضروري جدا أن يكون النظام الرقابي سهل الفهم، إذا كان النظام الرقابي معقد فلن نستطيع تطبيقه ولن نستطيع استخدامه في الرقابة. أيضا ضروري جدا أن يكون النظام الرقابي مرن، يعني إيش؟ يمكن تعديله بحسب المستجدات وبحسب يعني التطورات البيئية. أخيرا هذه خاصية أيضا مهمة، ضروري أن يكون النظام الرقابي أن يؤدي إلى تصحيح الانحراف. إذا قمنا بعمل نظام رقابي لا يؤدي إلى اتخاذ قرارات تصحيحية، وش الفائدة من الرقابة؟ الفائدة سوف تكون قليلة وقليلة جدا. أخت فيدان، بطبيعة الحال هذه خصائص ليست مراحل، وبالتالي الترتيب ليس مهم. أوكي؟ هذا فيما يخص الوظائف الإدارية. آخر نقطة، كما هو موجود في المخطط حجمه، أخواني أخواتي، آخر نقطة في هذا اللقاء الحي هو نبذة سريعة عن علاقة علم الإدارة بعلوم أخرى. أخت نورة، أعلم أن المعلومات يعني كثيرة نوعا ما، هذه طبيعة المقرر، نحن ندرس في مبادئ الإدارة، هي المبادئ الأساسية للإدارة، ولكن صدقيني إذا قمت بتلخيص كل هذه النقاط سوف ترين أنه بإذن الله الأمور سهلة والأمور بتتيسر بإذن الله، بإذن الله الأمور إن شاء الله تكون جيدة بإذن الله. إذا قلنا أنه علم الإدارة أخواني أخواتي له علاقة بالعديد من العلوم الأخرى، إحنا راح نشوف بعض العلوم التي لها علاقة بعلم الإدارة. وأول هذه العلوم واللي عندها علاقة وطيدة أكثر من علوم أخرى بعلم الإدارة هي علم الاقتصاد. علم الاقتصاد الذي يدرس يعني النشاطات الإنسانية في المجتمع، كل ما يخص الأموال والسلع والخدمات والعرض والطلب إلى آخره، هذه كلها أمور اقتصادية لها علاقة وطيدة بعلم الإدارة في الواقع. والجانب الأول الذي يؤكد على هذه العلاقة الوطيدة هو أنه استخدام النظريات الاقتصادية من قبل المدير يساعده في اتخاذ القرارات ويساعده في إنجاح العمليات الإدارية، يعني على سبيل قانون العرض والطلب. قانون العرض والطلب هو قانون اقتصادي بالأساس، ولكن يستخدم في اتخاذ قرارات مثل القرارات التسويقية، وبالتالي مهم في علم الإدارة. الجانب الثاني الذي وضح علاقة علم الإدارة بالاقتصاد هو ضرورة أن يكون المدير ذو عقلية اقتصادية.
ضرورة أن يكون المدير ذو عقلية اقتصادية. لعلكم يعني بتلاحظوا في أثناء دراستكم أخواني أخواتي أنكم بتأخذون يعني مقررات في الإدارة ومقررات كذلك إيش في الاقتصاد. يعني الإداري مهم جدا أن يكون عنده عقلية اقتصادية حتى يستطيع أن يتعامل مع الأزمات الاقتصادية التي تحدث في السوق وتؤثر على المنشأة، وأيضا حتى تكون عنده قدرة على استخدام الحوافز المادية المناسبة كذلك. ولكن إخواني أخواتي ليس من الضروري أن يكون رجل الإدارة متعمقا في العلوم الاقتصادية، بس يكون ملم ببعض المبادئ الاقتصادية فقط. العلم الثاني الذي له علاقة بعلم الإدارة بشكل وطيد هو علم النفس. علم النفس إخواني أخواتي هو علم يهتم بدراسة سلوك الإنسان ودوافع سلوك الإنسان ومظاهر حياته العقلية سواء كانت شعورية ولا شعورية. وعلم النفس يطبق داخل المنشأة بشكل كبير، وهذا راح تشوفوه خاصة في ما يسمى بالسلوك التنظيمي. السلوك التنظيمي اللي هو سلوك الموظف داخل المنشأة، هذا مستمد من علم النفس. إذا من جوانب العلاقة بين علم الإدارة وعلم النفس أن كلا العلمين يتعامل مع البشر. علم النفس يتعامل مع البشر يعني في مظاهر حياتهم اليومية، وعلم الإدارة يتعامل مع البشر كموظفين داخل المنشأة. أيضا من مظاهر هذه العلاقة أن كفاءة المدير تزداد في التعامل مع فريق العمل ومع الموظفين إذا كان يفهم أسرار علم النفس. إذا كان المدير عنده كفاءة وعنده اطلاع على علم النفس، هذا سوف يسهل عليه التعامل مع الموظفين. أصلا إخواني أخواتي هذا التداخل الكبير بين علم النفس وعلم الإدارة أوجد علم جديد اسمه علم النفس الصناعي. علم النفس الصناعي الذي يتعامل مع نفسية العمال في المصانع. أخت الجديدية إن شاء الله راح يكون عندنا مراجعة في آخر لقاء حي بإذن الله. في آخر لقاء حي راح يكون مخصص للمراجعة. علم ثالث أخواني أخواتي إذا أريد أن أطيل عليكم لأن عندنا كويز وبعرف أن البعض منكم عنده محاضرة بعد شوي. إذا العلم الثالث هو علم الاجتماع. علم الاجتماع كذلك عنده علاقة بعلم الإدارة. علم الاجتماع أخواني أخواتي بصفة عامة هو يدرس الجماعات. الجماعات من حيث نشأتها وتطورها وتكوينها الديمغرافي إنشانا. وعلم الاجتماع هذا عنده علاقة وطيدة بعلم الإدارة لأنه في المنظمات أثناء اتخاذ القرارات الإدارية مهم جدا أن نهتم بخصائص هذه التجمعات البشرية. ضروري جدا أن نهتم بتوزيع السكان، بتوزيع الأعمار، باهتمامات السكان، بأذواقهم. كل هذه تساعد في اتخاذ القرارات الإدارية خاصة القرارات التسويقية. إذا مظاهر أو البيانات اللي بنجمعها عن طريق علم الاجتماع فيما يخص توزيع السكان، توزيع الأعمار إلى آخره، أيضا هي عناصر مهمة جدا في العمل الإداري. عندنا علم آخر وقد يبدو هذا غريب شوي بعض شوي هو العلوم الطبيعية. العلوم الطبيعية والعلوم الصحيحة إن شاء الله كلها رياضيات، كيمياء، أحياء، إحصاء، عندها علاقة وطيدة بعلم الإدارة. إذ أنه إخواني أخواتي من مظاهر هذه العلاقة أن هنالك علم جديد اسمه علم بحوث العمليات. بحوث العمليات هو عبارة عن علم رياضي فيزيائي، يعني له علاقة بالرياضيات، ولكن تستخدم تطبيقاته من أجل المساعدة على صنع القرارات داخل المنشآت. إذا هذه نقطة مهمة جدا. كذلك من مظاهر علاقة علم الإدارة بالعلوم الطبيعية ظهور هذا العلم الجديد نوعا ما اللي اسمه علم بحوث العمليات. يعني إيش استخدام الرياضيات وبعض العلوم الرياضية والمعادلات الرياضية من أجل المساعدة في صناعة القرارات داخل المنشأة. أيضا من مظاهر علاقة علم الإدارة بالعلوم الطبيعية هو استخدام الإحصاء في الإدارة. لعلكم تلاحظون عندكم مقررات
لها علاقة بالإحصاء، هذا ليس اعتباطيا بطبيعة الحال. الإحصاء عنده يعني أثر كبير في عملية اتخاذ القرارات الإدارية، واستخدام الإحصاء في الإدارة هو بالمظاهر علاقة الإدارة بالعلوم القضائية. أخيرا آخر نقطة أخواني أخواتي هي علاقة علم الإدارة بما يسمى بالتنمية الاقتصادية. التنمية الاقتصادية، وإن كان البعض يرى أنها عندها علاقة بالاقتصاد أكثر، ولكن حتى الإداريين يقول لك لا، التنمية الاقتصادية لا تنجح داخل البلدان إلا إذا كان هنالك إصرار وعمل من قبل الإداريين، إلا إذا كان هنالك نظرة إدارية. يعني اسألوا الإدارة أخواني أخواتي، هي من أهم العناصر المؤثرة في التنمية الاقتصادية. لماذا؟ لأن الاقتصاد الوطني ببساطة أخواني أخواتي هو في الواقع إيش؟ الاقتصاد هو يعتمد على مجموعة من الشركات والمنظمات في العديد من القطاعات. فإذا كانت المنظمات هذه مدارة بطريقة جيدة، يعني فيها إدارة جيدة، هذا كله سوف ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني وعلى التنمية الاقتصادية وعلى يعني تقليل البطالة إلى آخره. وبالتالي فهذه التنمية الاقتصادية لا تتحقق إلا بالتعاون بين رجال الاقتصاد ورجال الإدارة. هذا كذلك يوضح أن علم الإدارة عنده علاقة وطيدة بالتنمية الاقتصادية. أوكي؟ هذه تقريبا أهم الأفكار التي أردت أن أتحدث عليها في هذا اللقاء اليوم. قبل ما ننهي اللقاء أخواني أخواتي، في عندي كويز في 3 أسئلة يعني بسيطة إن شاء الله، بعطيكم خلينا نقول دقيقتين كافية بإذن الله. هل سوف أقوم بتوزيع الكويز الآن؟ إذا قمت بتوزيع الكويز، نرجع بعد دقيقتين بإذن الله لحل الكويز ولإنهاء اللقاء. السلام عليكم. إذا انتهى الوقت أخواني وأخواتي، ونمر لتصحيح الكويز سريعا. إذا السؤال الأول، من مقومات الاتصال الفعال؟ من مقومات الاتصال الفعال عندنا أول شيء، هل دقة المعلومة أو ذكاء القائد أو كل ما سبق أو لا شيء مما سبق؟ طبعا الذكاء القائد ما عندوش علاقة بمقاومة الاتصال الفعال، قلنا الذكاء القائد هو من خصائص القيادة الفعالة،
اوكي، الخصائص القياده الفعاله هو الذكاء. بينما المقومات الاتصال الفعال تفتك المعلومه بطبيعه الحال، معلومه يعني معلومه غير دقيقه، لا تعني انه لا لا يعني لا يمكن ان تساعد على ايجاد هذا الاتصال الفعال. اخت احلام، الكويز يعني الكويز يكون يعني بطريقه سهله جدا، لانه احنا لسه دارسين الموضوع الحين، اوكي، ولكن لا نستطيع ان نقول اوكي راح تكون في الاختبار بنفس الطريقه بالضبط، او انها راح تكون سهله بهذه الطريقه واصعب شويه وكذا، لا نستطيع ان نجزم، اوكي، ولكن ان شاء الله من خلال التكاليف الذاتيه ومن خلال المراجعه تتضح شيئا فشيئا الطريقه، وفي الواقع ما راح تبعد في الواقع عن الطريقه المعمول بها في الكويز باذن الله. وراح يكون في تكاليف بطبيعه الحال باذن الله بعد اللقاء السابع او الثامن ان شاء الله، راح اسبل لكم تكليف اول، وبعدين قبل نهايه الفصل تكليف ثاني باذن الله. اذا اخر خطوه من خطوات الرقابه، السؤال الثاني، هل هي تحديد المعايير او مقارنه النتائج او تصحيح الانحراف ومتابعه سير التنفيذ او قياس الفروق والتعرف على اسبابها؟ بطبيعه الحال الخطوه الاولى هي تحديد المعايير، الخطوة الثانية قبل مقارنة النتائج، الخطوة الثالثة قياس الفروق والتعرف على أسباب هذه الفروق، حتى تكون الخطوة الرابعة اللي هي تصحيح الانحراف ومتابعة سيئة. أخ عبد الله، لا أظن أن التكاليف عليها درجة، هذا يرجع للعمادة، أنا ليس لدي دخل، أنا بس أعطيكم تكاليف، ولا أعتقد صراحة، لا أعتقد أنه عليها درجة. إذا السؤال الثالث والأخير، من مظاهر العلاقة بين علم الإدارة والعلوم الطبيعية، هل ضرورة أن يكون المدير ذو عقلية اقتصادية، أو أن كفاءة المدير تزداد إذا كان يعرف بعض أسرار علم النفس، أو مظاهر العلاقة أن الإدارة تستخدم الإحصاء، أو استخدام الحوافز والأجور والميزان؟ احنا قلنا استخدام الحوافز بطريقة جيدة، هذا من مظاهر العلاقة بين علم الإدارة و العلوم الاقتصادية. ضرورة أن يكون المدير ذو عقلية اقتصادية، نفس الشيء، هذا من مظاهر علاقة علم الإدارة بعلم الاقتصاد أو العلوم الاقتصادية. كفاءة المدير تزداد إذا كان يعرف بعض أسرار علم النفس، واضح هذا من مظاهر العلاقة بين علم الإدارة وعلم النفس. بينما من مظاهر العلاقة بين علم الإدارة والعلوم الطبيعية، من مظاهرها هو أن الإدارة تستخدم الإحصاء، أو نقدر نقول استخدام الإحصاء في الإدارة. اوكي، هذه اذا كانت الكويزات. بس قبل ما انهي اللقاء، بطبيعه الحال احنا انهينا المحتوى المطلوب منا، اللي عنده محاضره اخرى يقدر يعني يستاذن، ولكن اللي ما عندوش، انا بس سوف اعيد، هناك اخت يعني قبل شوي مرتين وثلاثه تسال تعيد يعني اعاده شرح القياده وانماط القياده، انا راح اشرحها بسرعه، اوكي، مجرد تفكير لمن اراد ذلك. إذا قلنا الأنماط القيادية، عندنا أربع أنماط قيادية، عندنا الأولى هي القيادة الدكتاتورية، والقائد الدكتاتوري هو قائد مركزي، الصلاحيات كلها موجودة عنده، وأكثر من ذلك هو يستخدم أسلوب الإكراه، ويعني يستخدم يعني عملية أسلوب الضغط والتهديد حتى يقوم الموظفون بتنفيذ أوامره. النمط القيادي الثاني هو القيادة الأوتقراطية. القائد الأوتقراطي نفس الشيء، هو مركزي، الصلاحيات كلها عنده، ولكنه لا يستخدم أسلوب الإكراه، لا، يستخدم أسلوب الإقناع، يستخدم أو يستغل خلينا نقول شخصيتها القوية من أجل إقناع والتأثير على الموظفين. أوكي، هذا أوتقراطي في كل الأحوال، الصلاحيات كلها عنده. القيادة الثالثة والنمط الثالث هي القيادة الديمقراطية. القائد الديمقراطي يستخدم مبدأ الشورى، ويشرك الآخرين في اتخاذ بعض القرارات، ويعطي صلاحيات لبعض الموظفين، يعطي صلاحيات، فهو ليس مركزي. القيادة النمط الأخير هي القيادة عدم التدخل. هنا المدير أو القائد لا يتدخل، هي أصلا اسمها قيادة عدم التدخل، لا يتدخل في عمل الموظفين، بل يعطيهم حرية مطلقة في العمل بالطريقة التي يرونها مناسبة. بطبيعة الحال النمط هذا الأخير لا نستطيع
أن نعتمده في أي منشأة يعتمد أساسا في مراكز الأبحاث العلمية أو في المستشفيات. لماذا؟ لأنه الموظفين داخل المستشفيات وداخل المراكز العلمية هم أشخاص عندهم كفاءات عالية، وبالتالي لا يستطيع القائد أنه يملي عليهم وش هي الطريقة التي يجب أنهم يشتغلون بها. لا، هم أكثر أشخاص مؤهلين أنهم يحددون الطرق الأمثل. يعني زي المثال اللي أعطيته أنا قبل شوي، مدير مستشفى لا يستطيع أنه يملي على طبيب، يعني على جراح، يقول له سوي العملية بالطريقة كذا أو ما تسويهاش بالطريقة كذا. لا، ما يقدرش، لأنه ما عندوش معرفة أكثر من الطبيب الجراح نفسه. أوكي؟ وبالتالي أنه نمط، هذا نمط قيادة عدم التدخل، هذا يستخدم، نمط القيادة الرابع يستخدم خاصة في المستشفيات وفي المراكز البحرية. أوكي؟ إذا بهذا أخواني أخواتي أكون أنهيت هذا اللقاء الحي الخامس. رجاء إذا كان هنالك أسئلة إضافية في عندكم المنتدى، تطرحون أسئلتكم متى شئتم، يعني أحاول أن أجيب عنها في الإبان. إذا نلتقي إن شاء الله الأسبوع المقبل، الأحد المقبل، في اللقاء الحي السادس. شكرا على حضوركم، أتمنى لكم سهرة سعيدة، تصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.